أحبتي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأرحب بكم أجمل ترحيب وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج موصليات فأهلا وسهلا بكم. هذه الحلقة سوف تكون بعنوان الروضة الرسمية في الموصل. وانا اريد ان اتحدث لكم عن مؤسسه تعليميه وتربويه في الموصل كان لها تاثيرها في التلاميذ الذين داوموا فيها وهي الروضه الرسميه في الموصل او روضه الموصل الرسميه اقول انه لم يكن هناك في العهد العثماني الذي استمر لاربعه قرون اي روضه رسميه في الموصل وفي كل الولايات العراقيه. لعبت الكتاتيب كتاتيب الصبيان وكتاتيب البنات الدور الكبير في تحفيظ التلاميذ ايات من القران الكريم وشيئا من الحساب. وقد تاخر انشاء رياض الاطفال في العراق الى السنه 1924 1925 يعني إلى ما بعد تشكيل الدولة العراقية الحديثة سنة 1921 بأربع أو خمس سنوات وأول روضة فتحت كانت في بغداد سنة 1924 وقد ألحقت بدار المعلمات وكانت تستخدم كمدرسة للتطبيقات وكان عدد تلميذاتها وتلاميذها سنة ألف وتسعمائة وستة وعشرين ثمانين تلميذا وتلميذا وعدد معلماتها ثلاث معلمات وبعد فترة فتحت روضة أطفال في الموصل سنة ألف وتسعمائة وستة وعشرين وذلك في اهتمام في إطار اهتمام الدولة بتوجيه الأطفال ورعايتهم وصدر وصار هناك في العراق روضتان الاولى في بغداد والثانيه في الموصل في كل العراق وفي سنه 1931 1932 فتحت رياض اطفال اخرى واحده في بغداد والثانيه في الموصل والثالثه في كركوك وهكذا اصبح كما جاء في التقرير السنوي لسير المعارف للسنه 31 1932 خمسة دور للأطفال، عدد تلاميذها وتلميذاتها 236 تلميذاً وتلميذا. الروضة الرسمية في الموصل أو روضة الموصل الرسمية، وهذا كان اسمها عند افتتاحها سنة 1929، كانت من أبرز رياض الأطفال في العالم من حيث مناهجها وأساليبها التربوية. واحتضان المعلمات للتلاميذ وتزويدهم بكل ما يساعدهم على النمو وكانت تلميذات وتلاميذ الروضه الرسميه في الموصل او ما كانت تسمى روضه الاطفال الرسميه كما في الصوره المرفقه كان الاطفال يشاركون في الاحتفالات الوطنيه ومنها عيد الجيش في السادس من كانون الثاني كما ترون في الصورة المرفقة والتي تعود إلى سنة ألف وأربعة كما كانت قاعة الروضة تستخدم في إقامة المعارض الفنية ومنها مثلا معرض الفنانين التشكيليين الموصليين الذي أقيم سنة ألف وسبعة تحدث عن روضه الاطفال الرسميه عدد من خريجيها وممن تربوا فيها ومن هؤلاء المهندس والاكاديمي الاستاذ سعد سعيد الديوشي كما نشر الصوره التي ترونها وهي للفرقه الموسيقيه التي كانت في هذه الروضه وكان يداوم فيها وقد علق على هذه الصوره يقول كانت الروضه الرسميه في الموصل سنه الف وتسعه من احدث رياض الاطفال في العالم وكانت فيها فرقه موسيقيه كل ذلك بفضل مديرتها الرائعه المتميزه المرحومه السد اليزا جبري وهي من مواليد الموصل سنه الف وانا اريد ان اقف عند هذه المديره المتميزه، ولحسن الحظ ان استاذنا الدكتور عمر الطالب كتب عنها في موسوعه اعلام الموصل في القرن العشرين، وقال ان الست اليزا سليمان جبري من مواليد الموصل سنه 1900 وانها تلقت علومها في الموصل ثم التحقت بالمدرسه الامريكيه في الموصل. قسم رياض الأطفال وتخرجت فيها سنة 1928 وعُينت معلمة في الروضة الرسمية ثم تولت إدارة الروضة الرسمية مرتان الأولى سنة 1931 والمرة الثانية سنة 1947 وظلت فيها حتى إحالتها على التقاعد سنة 1963 كانت الروضة الرسمية أول أمرها في العشرينات تحتل بناية مقابل مقر الآباء الدومينيكان في الساعة بمحلة الأوس وكان في الروضة صفاني بدوامين صباحي وبعد الظهر كما عملت في الروضة الثانية بين سنتي 1932-1937 وهي من أسستها وكانت مديرتها وتقع الروضه مقابل مدرسه الوطن للبنين وكانت مؤجره وحين انتهاء الايجار انتقلت الى احد بيوت الجليليين في محله شهر سوق. خلال الحرب العالميه الثانيه 1939 1945 اغلقت كل رياض الاطفال في العراق وبعد انتهاء الحرب اعيد افتتاح رياض الاطفال سنه 1947 وتولت الست اليزا سليمان جبري اداره الروضه الرسميه ثانيه وكان مقرها في الدندان سنه 1955 وكانت قبل ذلك في بنايه في شارع حلب ثم في بنايه مقابل حديقه الشهداء ثم ثم في دار في الشارع الموازي لسجن الموصل في محلة السجن ثم في عقار تابع لآل الصابونشي في شارع الدواسة وقد شاركت الست أليزا جبري في تأسيس عدة رياض للأطفال في الموصل منها روضة الشفاء سنة 1959 وروضة الثورة في الجانب الأيسر 1961 وروضة الأفلاد في أوائل الستينات وهكذا أه علق احد أه عندما كتبت مقاله عن روضه الاطفال الرسميه علق أه الدبلوماسي العراقي الاستاذ موفق ايوب على ما كتبته عن روضه الاطفال الرسميه فقال أه كنت تلميذا في الروضه الرسميه وكان موقعها في شارع الدواسه وانتقلت الى الدندان في سنتي 1952 1953 واذكر جيدا ان المديره كانت تسمى الست اليزابيث واقيم حفل تخرجنا من من الروضه في القاعه المجاوره في ساحه الاعداديه الشرقيه واذكر جيدا خرجنا من حفل التخرج واخذني والدي الى استديو اجوب القريب من قاعه الشرقيه والتقط لي الصوره المرفقه الى جانب هذا الكلام كما كتب الاخ الاستاذ مصعب القيسي وهو احد تلاميذ الروضه الرسميه يقول افتتحت الروضه الرسميه في عشرينات القرن الماضي وكانت والدتي الست فائزه الياس تلميذه فيها ومن ثم معلمه فيها ومعاونه للمديره في الروضه نفسها وقامت والدتي باعداد بحث متكامل عن تاريخ الروضه تضمن لقاء مع الست اليزا جبري قبل رحيلها ولكن مع الاسف فقد هذا البحث اثناء الاحداث التي جرت بعد الاحتلال الامريكي للعراق سنه 2003 كما تحدث ايضا عن الروضه الاستاذ رافع حازم السراج وكان احد تلاميذ هذه الروضه اما الدكتور الطبيب والاكاديمي والاستاذ في كليه طب الموصل الدكتور سمير برهان المختار فقال لي عن الروضه انا كنت تلميذا في روضه الاطفال الرسميه وهذا هو اسمها كما هو مطبوع في ذاكرتي، وكان معي في الصف نفسه صديق عمري الدكتور شعيب هاشم سليم، سنة 1957 1958. اليوم طبعا الروضة الرسمية اعتادت على أن تقيم الكثير من حفلات التخرج، وترون إلى جانب هذا الكلام بعض صور التخرج لسنة 1958 والتي حضرها متصرف لواء الموصل آنذاك الأستاذ عبد الكافي عارف اليوم طبعا الموصل تسخر بالكثير من رياض الأطفال الرسمية والأهلية وهي ترعى الأطفال وتعلمهم أساليب حديثة وعصرية وأملنا كبير في أن تتطور حركة الاهتمام برياض الأطفال في كل مدن وقصبات محافظة نينوى لما لذلك من آثار في تنشئة الأطفال وتدريبهم وترسيخ فكرة حب الوطن لديهم شكرا لإصغائكم وإلى حلقة أخرى من برنامج موصليات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته